وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم إلى مملكة تايلاند الصديقة، وذلك لترأس وفد مملكة البحرين ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أعمال مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الأسيوي، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء. وكان في استقبال سموه في مطار بانكوك الدولي سعادة السيد ويسانو كريانغام نائب رئيس الوزراء في مملكة تايلاند، وسعادة السفير عادل ساتر سفير مملكة البحرين لدى تايلاند، وعدد من كبار المسؤولين التايلانديين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تصريح لدى وصوله عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في مختلف المجالات، في ظل ما يربط بين البلدين من تفاهم وتنسيق واحترام ورغبة متبادلة في تطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ونوه سمو إلى أهمية مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الأسيوي التي تستضيفها تايلاند في تحقيق مزيد من التقارب بين الدول الأسيوية وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.